السلام عليكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن البي تريبل ام بي، وقلنا انها بتمثل الخمس محاور الاساسية اللي بتقوم بيها مشروعك، وهتلاقي لينك الحلقة اللي فاتت في البوست. النهاردة هنتكلم على اول محور واول بي، برودكت، المنتج. عشان تعرف ايه هو افضل منتج تقدر تبتدي بيه، وعشان تعرف تبيع منتجك كويس لازم يكون عندك معرفة جيدة بعملائك ومنافسيك، وعشان يبقى عندك المعرفة دي لازم تعمل ماركت ستادي، ودي بتخليك تعرف افضل منتج للمنافسة واحتياجات السوق والعملاء المحتملين وافضل اماكن التواجد والشريحة المستهدفة. ليه انت محتاج تعمل ماركت ستادي؟ دراسة تسويقية. لما تعمل بحث تسويقي هيبقى عندك المعلومات اللي هتخليك تاخد القرار المناسب لافضل بداية او لابتكار منتج جديد للسوق او للتوسع في حالة التواجد. يعني لو انت متواجد في السوق بالفعل، هي هتعرفك الاماكن اللي بيبقى فيها طلبات على منتجك وانت ما بتغطيهاش، او يكون في منتجات مكملة لمنتجك انت ما بتقدمهاش، او مقاسات خاصة السوق محتاجها وانت ما بتقدمهاش. وكمان عشان تحقق لك الفور بيز، ودي مجموعة من الاسئلة اللي هتديك المعلومات اللي محتاج تعرفها عشان تاخد القرار السليم، زي برودكت، المنتج، ودي اللي هتعرفك ايه هي احتياجات العملاء، من تطوير اداء المنتج زي كيبورد ضد المية او مساحة ازاز العربية لما تضاف لها بخاخة عشان تسهل عملية المسح، او رغبة العملاء في تطوير الشكل الخارجي للمنتج زي ما حصل في المشترك من الشكل التقليدي بتاعه لشكل مبطط عشان لو هتمده من تحت سجادة عشان ما يعوقش الحركة، او تحقيق ضمان لمدة معينة زي في اجهزة المطبخ من خلاطات وعصارات يكون ليها ضمان سنة ويكون العملاء محتاجين ليها 5 سنين ضمان. وتاني بي، برايس، السعر، ودي من خلالها بتعرف اسعار المنافسين بالمقارنة بجودتهم، ومعرفة طرق الدفع المتعارف عليها في السوق عشان ما تبنيش اسعارك وتكاليفك على طريق الدفع معينة وبعد كده تتفاجئ ان السوق بيتعامل بشكل آجل، لان في اسواق بتعتمد اساسا على الدفع الآجل. حتى لو انت اديت منتج متميز وسعر اقل هيتنازل عنك او هيضحي بمنتجك في سبيل ان هو ياخد شروط دفع افضل. ومعرفة افضل سعر مناسب للعميل، قد يكون العميل محتاج سعر معين حتى لو تنازل عن الجودة بشكل معين او غيرت له حجم المنتج عشان تحقق له السعر اللي هو طالبه، وبالشكل ده هتقدر تحدد افضل سعر لمنتجك وهتقدر توصل لاعلى نسبة ربحية للمنتج ده. وتالت بي، بليسمنت، ومن خلالها هتعرف ايه افضل اماكن التواجد لمنتجك، اذا كان تقدر تبيع منتجك وجه بحري او وجه قبلي او في القرى او في المدن، او يكون في اسواق عالمية محتاجة منتجك ده وانت ما تعرفش بيها. وكمان تعرف ايه هي افضل طريقة لتوزيع منتجك، اذا كنت هتبيع جملة او قطاعي او اونلاين، منتجات كتيرة قوي بتتصنع بغرض التوزيع اونلاين. ورابع بي والاخيرة، بروموشن، ودي من خلالها هتعرف ايه هو افضل قطاع سوقي لمنتجك، بمعرفة نوعية العملاء من شباب او نساء او اطفال او رجال، ومن خلال المعرفة دي هتحدد الطريقة اللي توصل بيها لعملائك، من اول لون المنتج وطريقة تغليفه وطريقة عرضه والدعاية اللي تعملها عشان توصل لهم بيها، وتحدد لك ايه هي الشريحة السوقية المناسبة لمنتجك. فالدراسة التسويقية بتجنبك المفاجآت الغير سارة وبتخليك تشوف المستقبل، وافضل دليل على ده في الوقت اللي العالم كله كان بيتجه للومض ال LED كان في ناس بتأسس لمصانع لومض موفرة. وكمان بتخليك تفهم عملائك وطلباتهم واحتياجاتهم من خلال الفور بيز. مهما كانت خبرتك، الدراسة بتمدك بارقام ادق واصدق، وهي طبعا ما تغنيش عن المعرفة بالسوق والخبرة، ولكن بتكمل الصورة عشان تاخد افضل قرار. وفي النهاية المنتج اللي ما تعرفش تبيعه ما تصنعوش، ويوم في الدراسة بعمر في الصناعة، والجنيه اللي بتدفعه في الدراسة بيوفر عليك ملايين في الصناعة. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام عليكم.